قياده بان كاين هناك قصف لهذه المنطقه ما منه حتى شي حاجه. هذا القصف اللي كاين منه راه الى عاد كاين شي قصف في الدار البيضاء وكاين في المحبس. واش كاين شي قصف اليوم في الدار البيضاء ولا في الرباط؟ راه ما كاين لا قصف ولا كاين شي خلق الرحمن، شي من الميليشيات الكذابه اللي ما هي داله على شي كتنوه بشي لا اساس له من انا قلت لك راني مازال عسكري، راني حامل مازال تري كنلبسو ونمشي عند الضباط. اول احنا عرفنا بان الجيش المغربي يعني حيد داك الميليشيات ديال البوليزاريو من المنطقه ديال الكركرات، والور عبر بيانات تضليليه قياده الرابوني نقلات هذاك الحرب الاعلاميه ديالها للمنطقه ديالكم اللي هي منطقه المحبس. لذلك حنا بغينا نعطوك تعطينا على الواقع اللي كاين دابا في هذه المنطقه هذه اللي نتوما هو الرئيس ديال الجماعه ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدي الله يجزيك، أنا من 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 73 كان أعمل في صفوف القوات المسلحة الملكية ومبليسي جوج مرات في الخط الأمامي ديال الدفاع، وصيفتي خارج أجدان من الجيش من صفوف القوات المسلحة، وفي 96 خرجت من الجيش ودرت السياسه وانتميت للسياسه والتحقت بهذه الجماعه. وكان من حسن الحظ 97 حصلت على رئيس جماعه المحبس، ومن 97 الى الان وانا كندير رئيس جماعه المحبس، وكنحسب راسي كنت في الخط الامامي ومازلت في الخط الامامي في الدفاع عن حوزه الوطن. مفهوم ذا النوع فاهمه على اني كنت في صفوف القوات المسلحه وخرجت من صفوف القوات المسلحه ودخلت السياسه ديال الداخليه، وكانهني عسكري في الخط الامامي في المحبس. بمعنى قياده الرابوني فايت وقع لكم يعني كانوا حروب في الثمانينات وفي الاواخر ديال الثمانينات وفي السبعينات، وكاينه واحد المعركه شهيره كانت وقعت هنا النيت في اساق. في المحبس وفاسا وفي طنطان وفي هذو الميليشيات كيديروا ميليشيات حرب العصابة، دخلوا فاسا ودخلوا في طنطان ودخلوا في الزاك ولا خلا، والبويرات قاعد داو السكانها كاملة والمحبس هنا داو السكان. وين هما السكان اللي محصورين دابا في الروبيني؟ راهم سكان المحبس وسكان البويرات باش يعرفها الواحد ويكتبها ويثمنها. لهذا احنا بغينا رجال الاعلام يعرفوا على انهم هما جنود الخفاء، رجال الاعلام هما جنود الخفاء اللي نشروا المسائل الحقيقه. يعني الان كاينه حرب اعلاميه تتشنها القيادات ديال الرابوني. جايك بالاخبار، يعني هذه الحرب اللي كان عندهم من الثمانين لهيه راه ما بقى عندهم القدره ولا الاراده اليوم. من نهار ذا الحزام الامني ما بقى عندهم القدره ولا الاراده. احنا اولاد المنطقه واولاد الميدان في الدفاع. فهمتني؟ هاد الناس الساكنه اللي داو من لبيراتهم للمحبس هي اللي مهتزه دابا في مخيمات تندوف، مهتزه ودايرين بها ميليشيات ما تلا عندهم غدرير ولا هذا كيتجروا بها. واحد عشرة الناس تما والله هما 11 واحد ونحسبهم لك واحد واحد نعرفهم، ومن بني عمنا ومن بني عمنا كان واحد كتله كبيره وراه واحد العداد منها التاحق الحمد لله لوطنه. كمثل العظمي وكمثل البلالي نور الدين وكمثل الزيغام وكمثل راهم التحقوا لوطنهم وراهم خدامين لهم 20 عام ضريك الله اكثر، وديروا مشاريعهم في المغرب وقروا اولادهم وصبحوا قراب في المغرب وعرفوا انهم كيكون مولانا المغرب والاسره العلويه الملكه الشريفه الله ينصرها. المهم اللي نقول لك على الميليشيات اليوم حالا راه ما تلا عندهم غدره ولا اراده، راهم عندهم واحد المخيم حابسين فيه نقولوا احنا واحد الطوق ويقولوا هل داخل الحدب. فهمتني؟ واحد الجبل حابستهم فيه ميليشيات تبيع بهم وتشري، تنقلهم تطلب بهم تجيب بهم معونه، وذيك المعونه هم اللي شعدلوها، ذيك سته الناس ولا سبعه هي اللي استثمرها ودير بها مشاريعها، والمخيم راه يموت بالجوع ويخلع. وحنا نتصلوا رانا مع ابن عمنا فهم ليل نهار رابطين معاهم اتصال، التحقوا يقول لك احنا ما عندنا باش نلتحقوا، ما تلات عندنا غدره ولا اراده. فهمتني؟ فهمتك. يعني